عم صلاح طلبة طبعا غني عن التعريف، موسوعة بكل المقاييس في كل انواع الحيوانات. تعال تعال ادعك لك في وشك، تعال هوب 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 هوب. الحيوان الوحيد اللي يعتبر في العالم ان في حاجات غريبة عن بعضها ما تقدرش تفرق بين الذكر والانثى، كل ما موجود في الانثى كل ما موجود في الذكر، انا اسف الاعضاء وكل شيء موجودة، حتى في حالة التزاوج ما تعرفش مين الذكر من نتاية الاثنين، بل هو اقوى فك يعتبر في المفترسات في العالم، لان باجي احط راس الاسف راس الحماره له بقوم الصبح ما لقاش العظم نفسه لفتت العظم وياكله، فمعنى ذلك ان الفك ده اقوى فك. ده ما بيحصلش مع الاسود، ما يحصلش الاسد كبير انه ياكل اللحمه بس يقشر اللحمه من على الراس، انما الضبع ما بيخليش العظم نفسه، سنان الحماره نفسها اللي هي الفريسه بياكلها رخرة، فده بيوريني بياكل كل حاجه، بياكل السنان نفسها بتاع الذبيحه والبق والعظم والصدفه ما يخليهاش، فده بيوريني ان هو اقوى من الاسد في فكه، انما مش هيئه، الهيئه الاسد اقوى في الهيئه انما الضبع اقوى بالفعل في الفك بتاعه. ايه سر العداء بقى التاريخي ما بين الاسد والضبع؟ سر العداء ان الاسد هو المسيطر الوحيد في الغابه، الضبع لما بيجي بيمشي ما بيمشيش فردي، بيمشي قطيع مع بعضه، فلما بيجي مع الاسد 2 3 4 مع بعضهم بيقعدوا فيه فبيعوروه بيبهدلوه، فالاسد بيتهان، فدايما بيكره الضبع، عشان كده لو الضبع يمشي فردي الاسد يغلب، انما الضبع بيمشي 5 6 مع بعض، فهي المشكله ان ما بيمشيش لوحده، ويزغرط في بعض الاوقات بس ما يزغرطش لما يكون مبسوط، يزغرط يزغرط مش يصوت، يزغرط دي اثناء ما يكون مبسوط، بيعمل الصوت ده اثناء ما يكون مبسوط واكل داخل على فريسه ياكلها. عشان نعرف الذكر من نتاية من الضبع لازم نخضر الحيوان، وانا اسف نمسك العضو بتاعه بنتك عليه، الفتحه لو جايه بالعرض انثى، لو جايه طولي ذكر، دي الحاجه الوحيده اللي بتعرف الوحيده في الدنيا، او تولد النتايه تولد ونشوفها بترد عيالها عرفناها نتايه، لان الاثنين لهم نفس اللي موجود في الذكر بكل الاعضاء، يعني ده عنده قضيب وده عنده قضيب، عنده قضيب وعنده مخاصي، عنده مخاصي الانثى فيها مخاصي كمان موجود، وقضيب موجود وقد الذكر واكثر واكبر منه كمان، مش 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 مشابه، لا ده مشابه وزايد عنه. في روايات بتقول ان الضبع ليه علاقه بالسحر الاسود، هو في بعض الناس المغاربه بياخدوا الضبع ده او الجلد بتاعه او المخ بتاعه او العضو الذكري بتاعه الفرج بياخدوه للسحر. العلم اثبت كده، مش انا اللي بقول، بل هي النتايه المسيطره، مسيطره في الاكل وفي الصيد وفي كله، وفي اثناء التزاوج ما تتجوزش الذكر الا بمزاجها هي. يعني مش هو عايز يتجوز توافق له، لا خالص، لو حب يتجوز ومش طالبه تقطع جسمه، تقطعه من ودنه ومن بقه من كل حته، مسيطره في كل حاجه. انت قلت لي ان الضبع ما بيحركش وشه، الضبع فيه شوكتين هنا سبحان الله في الرقبه من هنا بطولي، دايما ما يعرفش يلف رقبته لوحدها، لازم يلف جسمه كله، الشوكتين دول حايشينه، دول مولودين بيهم من زمان مش من النهارده. لما بيجي يلف بيلف نفسه على صينيه زي العربيه النقل اللي لها صينيه، انما ده ما بيعرفش يلف رقبته كده زي الاسد او زي اي حيوان تاني. انا يا جماعه في بيت الضباع بس من الناحيه التانيه من الخلف، هنحاول بقى نخش ونقرب قوي للضباع، معايا طبعا حسام واسيوطي دول المحترفين اللي هم بيتعاملوا مع الضباع، يلا بينا. حلو يا نعم، مميزاته حلوه ومميزاته غريبه ومميزاته عبيطه ومميزاته نصح. هو دايما ياكل الرمه، انا اسف الحاجه اللي هي جيفه اللي عامله، احنا بنقول عليها رمه باللغه العاديه، ده ما بيلحس في الفريسه بتاعته وبياكل، الاسد يناشف مكانه، حيوان جيفه ريحته وحشه، لو انا ما نظفتش عنده مرتين ثلاثه ممكن المعرض كله يمشي، الناس لو عندي زوار يسيبوا المعرض، بضطر اغسله في اليوم مره واثنين وثلاثه بديتول وبريحه، وممكن احط له مع الديتول انا اسف برفان، عارف البرفان اللي بيحطوه الناس؟ بحط غطا برفان مع البخاخه الريحه وارش على قفصه، اللي يجي يتفرج عليه ما يشموش هو يشم ريحه ريحه. ما ولدوش ولا مره، هو من عادات الضبع ما يخشش على بعضه الا اثناء التزاوج بس. العلم اثبت كده، في الغابه شيء وان انت في الاسر شيء ثاني، لو دخلنا الذكر على المثال المثال ممكن تموته، ما يكونش صلبه. ممكن تنافع عضو فيه لما تموته. يعني ايه ما كنتش طالبه؟ لازم يكون طالبه الزواج. فرحان ان في اكل جاي له.
مش زي الاسد. الاسد يجري ما يعملكش صوت ان هياكل الاسد. لا الاسد هيبه، هو مستني اللقمه اللي ترميها، ما رمتهاش مع السلامه. انما ده بمنطلق سيادته بزغرط. هو حيوان طيب. هو في ميزه في الضبع كمان، لما تيجي الصيادين تمسكه بيتمسك من جوه المغاره مش من الغابه، من بره. لو دخلت عليه بيته والمغاره وجيت تمسكه امن، يسيبك تمسكه وتكتفه جوه بيته امن. جدودنا وابهاتنا قالوا كده، لانه جوه المغاره بتاعته ما بيعرفش يلف جسده، فبتبص تلاقي ايه محكوم داخل بوشه يطلع بظهره. فانت لو دخلت وراها تكتفه باسهل سهوله. طلعه بره بقى شوف المنظر، تلاقيها انجن ان انت كتفته، هو امن جوه بيته وانت كتفته.